ايش حالك يا سلامة؟ هي؟ ما شاء الله ترولي مليانة. هي؟ ان شاء الله كل الاكل اللي تشترينه يكون صحي ومغذي. ها؟ اول شيء لازم تنتبهين له هي البطاقة الغذائية على غلاف الابواب او المعلبات. شوفي عدد السعرات الحرارية ونسبة السعرات الحرارية من الدسم. أوه. وبالنسبة للحاجة اليومية من المعدلات او الديلي فاليو احفظي رقمين 5% او 20%. اها. وانصحك بالمنتج اللي يحتوي على اقل من 5% من الدسم والدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم، واكثر من 20% من احد الفيتامينات او المعادن والالياف. والحاجه اليوميه بيسوها عاده لشخص بيحتاج 2000 سعره حراريه في اليوم. احيانا وخاصه في الاطعمه الامريكيه ما بيكتبوا نسبه السكر قياسا للحاجه اليوميه للشخص، وهي كحد اقصى 50 جرام، يعني 330 ملليلتر من المشروبات الغازيه فيها 39 جرام سكر. أو ما يعادل 78% من الحاجة اليومية للبالغين، وهي كمية كبيرة. مثل ما بيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، فتنتبهي للتفاصيل في البطاقة الغذائية. وعساكم ذوق صحة وسعادة.